انا كامل كامل والله كامل قلبنا راهو الشهداء اللي ماتوا كامل والله ما رانا شوف كل شوفي مدام لا شوفي الجزائر كامل راهي بارك الله فيهم خوتنا ومن كل جهه مصطفى قال ما راهم كاع يعاونوا ان شاء الله يلحقوا دو كروز افيون ان شاء الله راح نوجهوهم ديريكت مو فهم فالنار نبداو عمليه الجرد اللي راح له بلا رجعوها اللي راح له شجره رجعوها اللي راح له الدار نعاونوه باش يبني ما رانا هنا رانا هنا ان شاء الله حاجه ما تخسرش ربي يحفظك ان شاء الله ويطول عمرك ان شاء الله.